النشرة الرئيسية من الفضائية تشادية، أهلا وسهلا بكم. قام يوم أمس وزير الثروة الحيوانية محمد النظيف يوسف بزيارة ميدانية لمزرعة بإنتاج البيض بمندليا، كما زار الوفد أيضا مجمع الألبان الذي ما يزال قيد الإنشاء بمندليا. التفاصيل لدى محمود حسن سامبو. دعما لمختلف القطاعات الإنتاجية بحسب توجيهات رئيس الجمهورية بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن، فقد جاءت هذه الزيارة الميدانية لوزير الثروة الحيوانية وعدد من نواب الجمعية الوطنية لمزرعة وادي كندي لإنتاج البيض الكائنة في مندليا. تجول الوفد فور وصوله المزرعة بمختلف الأجنحة التي تحتويها، كما استمع أيضا إلى شروحات جد مفصلة تتعلق بعملية إنتاج البيض الذي يفوق 80,000 بيضة في اليوم الواحد، وهو ما ترك انطباعات جيدة لدى البرلمانيين. اهتمام الحكومة والبرلمان بهذا الدور الذي تقوم به هذه المزرعة في دعم الاقتصاد الوطني، والذي تأكد في هذه الزيارة، لقد كان له صدى إيجابيا لدى المدير العام للشركة. الله يرينا ان شاء الله، كل عندنا نيه وعندنا نسوي كثير من ده كل زياده، والبوليتيكال بريزاده في بليغ عندنا في ده مره واحده عندنا نيه اخر زي ده اثنين اخر نجيبه قاعدين باذن الله. انا شكرتهم الناس الجروب الرمانتال مع منستر لباش، انا شكرتهم مره واحده. هذا الدور الذي يسهم في مكافحة البطالة لدى الأوساط الشبابية لقد ترك انطباعات جيدة لدى الوزير. دي خدمة انت الوطن، التجارة ليس فقط الأرباح وإنما هي خدمة للوطن ولأمة التشادية. اليوم نشوف البيض هذا أنتج في تشاد، شفنا المصنع موافق مع كل الحداثة والتكنولوجيا الحديثة في أي مكان. الحمد لله الشركة على وشك تكفي سكان أنجمينا، والحكومة إن شاء الله وزارة الثروة الحيوانية تدعم مثل هذه الشركات التي تساهم في الاقتصاد. عقب ذلك توجه الوزير والبرلمانيون إلى مجمع الألبان الحكومي الذي ما يزال قيد الإنشاء بمنطقة مندليا أيضا. المزرعة الكبيرة والحمد لله بعد شهر اليوم أيضا زرناها للمتابعة، وجدنا فيه هناك تقدم، هناك تطور، وده تطبيق لتوصيات وتوجيهات السيد رئيس الوزراء. اليوم جينا زرنا هذا المكان ورأينا هناك المزارع وهذا المشروع يتطور، وإن شاء الله الحكومة تبذل كل ما في وسعها من أجل هذا المشروع، لأنه مشروع رئيس الجمهورية، مشروع العهدة الحالية ماشي فيها، هذا خدمة للأمة التشادية وخدمة للإقليم. بحق أن البلاد وفي مثل هذا الوقت الذي تمر فيه بأزمة اقتصادية ومالية تبقى في حاجة ماسة لبناء مثل هذه الشركات الإنتاجية إن كانت عامة أو خاصة. جرى بوزارة الثروة الحيوانية حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجموعة جياد الصناعية السودانية ووزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. وقع من الجانب السوداني المدير العام لمجموعة جياد المهندس جعفر عبد الرحمن، ومن الجانب التشادي وزير الثروة الحيوانية دكتور محمد النظيف يوسف. التفاصيل لدى هارون أبا آدم. انطلاقا من سياسة واستراتيجية مجموعة جياد الصناعية الرامية إلى توسيع علاقات التعاون بين البلدين جمهوريتي تشاد والسودان، جرت مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجموعة جياد الصناعية ووزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. وقد أكد المدير العام لمجموعة جياد المهندس جعفر عبد الرحمن أن المجموعة مستعدة لنقل التجارب والخبرات التي نفذتها في السودان إلى تشاد لاستغلال جيد للثروة الحيوانية والرعوية حتى يساهم هذا القطاع في تحقيق التنمية. إن شاء الله عبر الوزارة يعني مجموعة جياد الصناعية حتكون موجودة في شاد. كل المجالات اللي تم الآن يعني الاتفاق عليه إنه يعني يكون في تعاون فيها في المستقبل، هي حقيقة أيضا يعني من صميم أنشطة مجموعة جياد في السودان إن شاء الله. وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني دكتور محمد النظيف يوسف وصف هذه الاتفاقية بخطوة مهمة نحو إقامة شراكة وتعاون في مجال الصناعة بالثروة الحيوانية، وأن البلاد تعد من الدول الرعوية بامتياز. السودان الحمد لله عندها الجامعات وعندها الرسورس أمين والكفاءة والخبرة، ونحن عندنا أيضا المادة الخامة، نتعاون لصالح البلدين، لصالح تشاد ولصالح السودان. هذه المذكرة مذكرة تفاهم تضعنا في الطريق القويم إن شاء الله. بعد رجوع الإخوة في الشركة لابد أن يفكروا كيف نطبق هذه المذكرة.
إن توقيع الاتفاق على مذكرة تفاهم هذه تعتبر سانحة لمجموعة جياد للتوجه إلى مؤسسات حكومية أخرى لعقد شراكات الاستثمار من أجل النهوض بالمجال الصناعي في تشاد وتحقيق مكاسب أخرى لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين التشادي والسوداني.